يعني بالفعل بداية نتحدث عن بدء منخفض جوي في هذه اللحظات يضرب قطاع غزة ويستمر حتى مساء يوم غد الأربعاء، وعندما نتحدث عن منخفض جوي نتحدث أن في هذه اللحظات عشرات بل مئات بل آلاف بل أكثر من مليون نازح في هذه اللحظات يقرغون بمياه الأمطار، نظرا لأن هذه المناطق قد تكدس بها آلاف النازحين الفلسطينيين وبات فيها أكثر من مليون ومئتين ألف نازح، معظمهم ذهبوا إلى مناطق يعني فارغة، مناطق رملية، مناطق لا يوجد بها خيام، مناطق لا يوجد ما يقيهم من هذه الأمطار التي تتساقط في هذه اللحظات. هم بالأصل لم يجدوا مكانا أو متسعا في مراكز الإيواء، فهم الآن يغرقون بمياه الأمطار ولا يجدون أي مكان يتوجهون إليه يحميهم من هذه الأمطار. الناس والنازحين في الطرقات، في الشوارع، في الأرصفة، في الأزقة، في الأراضي الزراعية، في الأراضي الخالية، الآن جميعهم يعانون بفعل هذه الأمطار التي بدأت تتساقط في محافظة رفح جنوب قطاع غزة وباقي المحافظات الأخرى التي تعاني من تكدس للنازحين. نحن نتحدث عن ظروف صعبة يعيشونها في هذه اللحظات للأسف دون أي حلول ودون أي أفق، بمعنى أنهم الآن يواجهون صواريخ الحرب، آلة الحرب الإسرائيلية، يواجهون في هذه اللحظات البرد، يواجهون الأمطار، لا يجدون الطعام، لا يجدون الشراب، لا يجدون أدنى مقومات الحياة. وعلى الرغم من ذلك فإن المناطق التي يتواجدون فيها تتعرض لأعنف الغارات الإسرائيلية منذ ساعات الأمس ومنذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة. نتحدث أنه خلال 24 ساعة الماضية نحو 26 شهيد في محافظة رفح وحدها، هذه المحافظة التي دعت إسرائيل السكان بالتوجه إليها، لكنها في هذه اللحظات ومنذ ساعات صباح تتعرض لأعنف الغارات الإسرائيلية. على مستوى الوكالات المتواجدة هناك، خاصة وأن رفح هي قريبة من المعبر من حيث تدخل المساعدات، كيف يعني لحد الآن هناك يعني شح في المساعدات يعني الموزعة على الأهالي هناك برفح، سواء على مستوى الخيام أو حتى الغذاء، الأدوية؟ يعني نحن نتحدث أن 100 شاحنة تدخل بشكل يومي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، 100 شاحنة موزعة ما بين مياه وأدوية ومستلزمات طبية. الأونروا تقول أن ما يدخل هو عبارة عن فتات، الفتات هو الذي يدخل من المساعدات، ولا يكفي مدرسة إيواء واحدة في داخل المحافظات، فلذلك معظم من هم في من النازحين والأغلبية الكبرى لم تصل إليها مساعدات غذائية أو زجاجات مياه أو أي شيء، لأن ما يدخل هو قليل جدا. المكتب الإعلامي الحكومي قال أن 1000 شاحنة يوميا هي الكفيلة ببدء حل والتخفيف من معاناة الناس، لكن حتى هذه اللحظة لا زيادة على هذه الشاحنات التي تدخل عبر معبر رفح التجاري، فلذلك المعاناة ما زالت قائمة ومستمرة. كل الأراضي الزراعية ممتلئة بآلاف النازحين، وللأسف يبحثون عن رغيف خبز ولا يجدون، يبحثون عن ما يصد رمق جوع أطفالهم ولا يجدون، يصطفون في طوابير طويلة من أجل الحصول على زجاجات مياه من أجل أن يقوموا بإشراب أطفالهم، لكن للأسف قد لا يحالفهم الحظ وتنقطع هذه المياه. منذ اليوم الأول حتى هذه اللحظة الكهرباء لا تتوفر في قطاع غزة، فلذلك الظروف صعبة جدا. ولذلك أيضا عندما نتحدث عن شمال القطاع أيضا لا تصل المساعدات الغذائية، وكذلك مدينة غزة كل صحيح، ما يدخل لكن بالنسبة هو للمناطق قليل جدا الشمالية هنا المقصود محمد أنه حتى على المستوى الأمني تصعب يعني يصعب الوصول إلى هناك بحكم استهداف يعني القوافل التي تحاول الذهاب إلى المناطق الشمالية، لكن هنا في الجنوب المفهوم من كلامك كون أنه من الأساس يعني تعتبر المستعدات قليلة، أنه يتم بالفعل توزيع يعني ما يدخل حتى الآن حتى وإن كان قليلا ولو حتى على المناطق القريبة يعني من مناطق الوكالات، وأنت تحديدا هنا نحن نتحدث عن رفح وهو المكان الذي به يعني اليوم المساعدات التي تدخل إليه المساعدات. يعني نحن نتحدث ما تقول به الأونروا، 100 شاحنة يوميا، عدد قليل منها مواد غذائية، نتحدث عن أكثر من 1,200,000 نازح يتواجدون في مدينة رفح، كيف ستكفيهم 20 شاحنة أو 50 شاحنة؟ ونحن نتحدث أن مدرسة الإيواء الواحدة أكثر من 5,000 نازح يتواجدون بداخلها، لمن ستكفي هذه المساعدات؟ نحن نتحدث عن أن قطاع هذا المكان بات أشبه بـ يعني قنبلة موقوتة هنا في مدينة رفح،
كل ما يدخل هو لا يكفي، لا يلبي حاجة السكان هنا بالمطلق، حتى على الرغم من وجودهم في هذه المناطق. وعندما نتحدث عن مدينة رفح نتحدث أنه في كل لحظة هناك أعداد كبيرة ما زالت تصل إلى هذه المدينة، ولا يجد المتسع. المساجد هنا امتلأت أيضا بآلاف النازحين، بمعنى أن المساجد باتت مكانا وملجأ للرجال وللنساء للنوم فيها، لأنهم لا يجدون مكانا يقيهم من البرد أو من هذه الأمطار أو من أي شيء. هم يجلسون في العراء الآن، يعيشون ظروف صعبة وغاية في السوء، وكل ما يصلهم حتى أن المساعدة الغذائية التي تستلمها بعض العائلات هي لا تكفيهم سوى يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير. فلذلك المعاناة مستمرة ومتواصلة لدى هؤلاء النازحين بشكل كبير. وعلى الرغم من ذلك فإنهم يتعرضون أيضا للاستهداف عندما يعني تقوم الطائرات الحربية بشن غاراتها. هم يتواجدون الآن على مقربة على سبيل المثال من الحدود الفلسطينية المصرية، وهذه المنطقة تعرضت اليوم لأربع غارات متواصلة، وهناك عدد كبير من الإصابات في صفوف هؤلاء النازحين الذين افترشوا الأرض.